لذلك من أجل التفاعل لمعرفة أفكار مفكرين وخاصة المغاربة منهم. لكم الكلمة. أعتقد بأن هذا اليوم خرجنا من الجامعة، من ما يمكن أن نعتبره الحرم الجامعي الأكاديمي، إلى الناس. وفي هذا جديد وتجدد، بمعنى أن محاضرة اليوم حضرتها أطياف طلبة، نساء رجال، نناقش فكر محمد شحرور ليس من باب أن نمجده أو أن نقدسه أو أن نقوم بتأبينه بطريقة المقبور كما فعل آخرين، ولكن لنناقش ما أتى به انطلاقا مما نعيش. فحاولنا أن نتساءل كما تساءل لنصل في آخر المطاف بأن الواقع يفرض علينا أن نتساءل، ويفرض علينا أن نخرج من سلطة النص لسلطة الواقع كما كان يقول محمد شحرور. فإذن هذا اللقاء هو لقاء تفاعلي، لقاء وأنا أشكر جمعية العرفان والرئيس معنا الأستاذ رشيد جدو، تفضل السي رشيد جدو، اللي هو اقترح علي باش نجي ونحضر في هذا اللقاء هذا. واللي أثر الانتباه ديالي هو أن الناس حضروا المحاضرة من أولها إلى آخرها، وكان هناك تفاعل، كان هناك تعطش. وأنا أتوجه لكل الجمعيات في المغرب أن يقوموا بما قامت به هذه الجمعية، ليس لدعوتي أنا تحدث عن نفسي، هناك أساتذة آخرين، هناك طاقات متعددة في هذا الوطن. وكما قلت في المحاضرة، لو كانت منتديات بسيطة كل أسبوع فيها تبادل الآراء والخروج من التمركز حول الذات والتمركز حول الإيديولوجيا معينة، لأن الفكر يتطلب جسارة ويتطلب الخروج من كل ما يمكن أن يكون عائقا للتفكير. حينما تفكر انطلاقا من إيديولوجيا، حينما تفكر انطلاقا من أفكار، حينما تفكر انطلاقا من أفكار قبلية، ربما لن تفكر، وإنما ستعيد إنتاج أشياء تقال هنا وتقال هنا. وبالتالي لقاءات من هذا الحجم أنا أعتقد، خاصة في الأحياء، نحن في حي سباتة بمكناس، وبالمناسبة هو الحي الذي ترعرعت فيه، وأنا دائما مع ثقافة القرب، لا كولتور دو بروكسيميتي، لأن هذا هو اللي غادي يخلي الناس، بمعنى أنك حينما تدخل لواحد القاعة في واحد الحي وتلقى الناس ديال الحي بكل اختلافاتهم بأعمارهم بمهنهم يستمعون يشاركون يناقشون، هذا هو التغيير. وأعتقد بأن هذا كذلك يجب أن يشمله ما يسمى الآن، ما يناقش الآن في المغرب تحت اسم النموذج التنموي الجديد، لأن لا تنمية بدون تنمية الفكر. فلنكون صريحين، لا تنمية من دون إعادة النظر في إدراكنا المعطوب حتى يمكن أن نأتي بالجديد والمتجدد. أملنا طبعا هو أن نرى أشياء تتغير بالاتجاه الصحيح، طبعا الاتجاه الذي حينما أقول الاتجاه الصحيح ليس فيه أحادية، الاتجاه الصحيح أنا في اعتقادي هو الاختلاف وليس الخلاف، لأن الاختلاف هو الذي يوحدنا وليس الخلاف الذي يفرق فيما بيننا حينما ندخل إلى الصراعات الإيديولوجية. شكرا لك. شكرا لك.